دلوقتي احنا هنكمل الجزء الثاني من الأسئلة الافتتاحية النقدية. يبقى لازم ده يتكرر تاني ما عدا الجزئية دي، هيبقى حاجة، هيبقى في كلام تاني فيه عشان نقدر نعمل الفرع بتاع الأسئلة الافتتاحية النقدية، الفرعي بتاع الأسئلة الافتتاحية النقدية. يبقى احنا كده هناخد كليك يمين، ديزاين فيو، 25 تيبل، 25 و هتبقى تيبل 25، وهنمسح الكلام ده. تمام كده. والكلام ده هيبقى فوق، هحولها للفورم، وفي نفس الوقت لازم يكون داتا انتري برضو، داتا انتري. نشيل الخانات اللي ملهاش لازمة، داتا انتري بتساوي يس. هنكمل المشوار في حالة دخول ادمن جديد في حتة الدخول الصلاحية دي. في حتة هنا نازلة، وتبقى نازلة متساوية مع اللي جنبيها. في حالة الدخول الصلاحية التانية دي هنعمل حاجة تانية، وهي هننزل الساب فورم اللي احنا عاملينه زي ده كده اهو، التاني بقى هننزله، وفي نفس الوقت الحمد لله رب العالمين يكون مخفي. يكون ايه؟ مخفي. نشيل كلمة الاي دي دي، يكون ايه؟ مخفي. ماشي، يبقى كده ايه، عملنا ايه الاخفاء بتاعها. كل علينا بس ان احنا نعرف اسمه تيبل 41، تيبل 41 اللي احنا عملناه هنا اهو، في بس 4 خانات. ادي 1 2 3 4 على حسب اللي احنا هنا اضافة نفس الاستخدام، نفس اليوزر، نفس المستخدم. يبقى هنا الكلمة الفكرية بتاعته إضافة، إضافة لنفس المستخدم.
إضافة لنفس المستخدم، وهنا تحويل صادر نقطي، صلاحية تحويل الصادر، وهنا تحويل استعاضة، هنا تحويل وارد، عند خاصية استقبال، وهنا استقبال استعاضة، تحويل استعاضة. الأربع خانات دول، ونحاول هنا ديت هنصغرها شوية كده اهو، وهنكررها كم مرة؟ 1 2 3 4 5، هنكررها 5 مرات كده، 1 1 2 3 4 5. ايوه فورم 10 اول حاجه بتعملها في الفورم 10 ديت ان احنا نعرف في الاول اسمه ايه، اللي هو التيبل 41، علشان نقدر نكرر الشغل تاني في الزرار بتاع الصفحه التانية. هناخد الشغل ده كله تاني، هنكرره تاني بهذا المنظر. يبقى تيبل 41 فيلد 3 بيساوي نفس القصة، فيلد 41 فيلد 1 بتساوي بقى هنا، بدل ما فيلد 1 دي بتساوي تكست 91، لا هتساوي ده اللي هو ده. نتأكد، أيوة إضافة نفس 94 بتساوي 94، وفيلد 4 بتساوي 1، بتساوي 1. بعد كده هنكمل المشوار، بعد كده الريفريش بتاع 4 1، وهنا 4 1. بعد كده هنكمل، ثلاثة زي ما هو، بس خد بالك في الشيلد التاني، الشيلد التاني مش هيساوي 41 بقى، بيساوي حاجة تانية. بتساوي اهو، بتساوي شيلد 100. تاني بص بيساوي كام؟ 41. يبقى هنا شيلد 100، شيلد 100، شيلد 100، والتحديث بتاع شيلد 100. ماشي كده، يبقى تلاتة زي ما هي. فيلد 1 هيبقى هتساوي الكلمة التانية اللي هي تحويل الصادر، يبقى تكست 96. هنكمل بيت المشوار، يبقى عندك التاني اخد شيلد 101، بس نخليها الاول. هنكرر نفس الشغل تاني، بل الكويري
دي ملهاش دعوة، هناخد بس كل الشغل تاني، هيبقى هي بس هتبقى هنا شيلد 101 101 101 والريكويري بتاع 101 بس. كل هنغير ده بس شوية. طب نغيره ازاي؟ هنعرف الأول اللي احنا التكست التالت 1 2 3 اللي هو اللي اسمه تحويل استعاضة، هيبقى 97. لازم نبص عليها برضك نتأكد ما نعتمدش على التسلسل. نتأكد الأول اللي هو الشيلد اللي بعديه شيلد 100 101 ل 102، يبقى شيلد 102 102 102 والتحديث بتاعها 102. ونتأكد من ايه الحتة ديت بتساوي، التكست بتاعها بتساوي 98 98. هناخد نفس التكرارية برضو، هننزل كده اهو تاني، وهنعرف نتأكد من الشيلد بتاعها 103. نبقى الشغل كله تاني بس ايه، ل 103 103 103 وهو 98 98، يبقى أعتقد 99 100% يعني، بس برضك لازم نبص عليها ونتأكد ونعمل دي الكويري 103. بالظبط 99. معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا لو دخلنا ادمن جديد هيبدأ يعمل الصلاحية دي في حالة الضغط على الزرار اللي احنا ايه محددين اللي هو الزرار الصلاحية التانية. تعال نشوف كده، نبدأ من اول جديد تاني. تيل الصلاحيات التانية، كل حاجة زي ما هي حصلت، مفيش أي حاجة خالص، بس اللي حصل بالآتي اللي احنا اللي دخلت القايمة كلها بهذه القايمة، نقدر نعملها كصلاحيات فرعية ل ايه ل اسمه يا ربي للرصيد التحقيقية النقدية. بالنسبة لهنا للجدول اللي احنا كنا عاملينه امبارح اللي هو ده، هناخده بالظبط كده اهو، كنترول سي كنترول في، وهنعمله 2 تيبل 42 42 و هنسيف بدل عشان المجهول ما يروحش ايه. هنقوم في ال 42 ده، هنقول له في ال 42 ده هنفتح بس كده اهو شوية، بعد كده هنا اهو بعد كده هنفتح دي، هنقول له نزل لي بقى الجدول بتاع تيبل 25 وليس 24. فين تيبل 25؟ اهو نفس هو بالظبط، بس هنا هيبقى 25 25 25 25 خلاص كده، وهنمسح 24 ده خالص دلوقتي. بعد كده هنا نيجي في الصلاحيات الفرعية، ايوه اللي هي دي، وهنضيف الصلاحيات الفرعية بتاعته هنا بس تيبل 42 تيبل 42.
لا مش 42، ده فورم 42، قاعدين تيجوا ل 42. الساحة التانية زي ما انتوا شايفين، أنا عايز أخصص الكلام دوت ما يظهرش متكرر كده. سهلة جدا، احنا هنعتمد عليه اعتماد اللي هي داخلي وخارجي. يبقى هنا فيلد 4، كل اللي علينا دلوقتي اللي احنا نعرف الطرف التاني، العنوان بتاع الفيلد 4 فين مكانه. اهو الطرف التاني لتكست 144 اللي هي بتاع تيبل، نتأكد تيبل كام، تيبل شيلد 25 اللي هو تيبل 40 نفسه. ماشي، تيبل 40 تيبل 40 ايوه، عنوان اهو، عنوان اهو، هو ده اللي احنا عايزينه. هنعمل بس العلامة دي كده اهو، وفي اللينك الارتباط بتساوي التاني، بس هنا بتساوي اولين، يبقى فيلد 4 اللي فوق بتساوي الكلام ده. نتأكد الأول 25، في وحايد ما فيش مشاكل. نتأكد برضو إضافة أضمن 23، بس الحاجات التانية في مشكلة في الفيلد 4 اللي هنا. طيب هنشوف اسمه ايه هنا، ماشي ماشي. هنا بالنسبة هنا 42 لازم يظهر كلمة فيلد 4 دي لازم، ونخفيها. مع ان هنا ظهر والله، بس هنا اسمه ايه، فيلد 4، فيلد 4 النيم بتاعها فيلد 4. تعال نشوف النيم بتاع التاني، مش ده النيم اللي هو 40، وبرضك اسمه فيلد 4، غريبة أوي. هنعرف بس العنوان تاني، نجيب العنوان تاني بقى فورم 40 دوت عشان نعكسها. وهنا هتبقى دي دي عشان احنا سميناها دي 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 اللي هي دي، احنا سميناها دي دي اللي هي دي. هنشوف كده نجرب. نفس المشكلة. طيب هنعمل حركة ظريفة، طب نعملها بين قوسين كده ونشوف آخر محاولة. نفس الشيء. طيب احنا هنلغي الحوار ده، هنعمل حوار تاني أفضل بكتير. نشوف دلوقتي اهو،
اتاكد الاول الموضوع مش مظبوط. تمام كده. هنعمل حوار تاني خالص. وهو خد بالك ان كده كل ما اجي اخش هيحصل كده، هيحصل تكرارية. لازم احنا نحل مشكلة التكرارية دي اول باول. مجرد ما نضغط على الزرار ده يجيب في التكست بوكس هنا بتساوي فيلد 4. هنعملها ازاي؟ هنعمل التكست بوكس هنا اهو، اتاكد ان الفيلد 4 ده ايوه اسمه فيلد 4. والتكست بوكس اللي هنا 106. يبقى هنا 106 هنجيبه في عنوان بتاع 144. 106 هو ده بتساوي فيلد 4. والكلام ده في حالة الضغط على الزرار ده اللي هو الصلاحية بتاعت لون كليك اهي، بتساوي الكلام ده. تعال نشوف كده. عند الضغط ما اتعملتش، كانت فاضية زي ما انتوا شايفين اهي، فاضية اهو. نضيف الجملة زي ما انتوا شايفين هي بقت واحد. عايزين نعمل بقى شيلد اللي تساوي واحد هنا بتساوي دي دي. تكست كام؟ تكست 106 بتساوي دي دي. ليه بقى تاني متعملتش؟ طب كده مش احنا قلنا ان دي اسمها دي دي. غريبة أوي يعني. عامة احنا هنلغي الحتة دي، معلش تاني هاتها مش عايزينها، برضه هنليها سياسة معينة أو متحبش التصفية اللي جوه، مش حابة هي التصفية اللي جوه. وهنخش احنا نعدي في التصفية اللي جوه اللي هو فيلد بعد ده بتساوي مية وستة. ماشي، 106 اللي في فورم 144 بتساوي 106. بس شكرا. المفروض بقى نعمل ايه؟ ريكويري تحديث على ايه؟ شيلد اللي جنبه ده، على الشيلد دوت. مجرد ما اضغط عليه عاملين الحمد لله رب العالمين. هنعمل شيلد تحديث على شيلد 103. بس لازم نعرف عنوانها. بس هنعمل الكويري على ده.
الصلاحيات التانية مجرد نقاط زي ما انتم شايفين ظهرت الصلاحيات التانية صلاحية. التكرارية ديت حلها اللي احنا لما نيجي نضغط على الزرار اللي هو بتاع ده، لو في حالة ان الصلاحية اللي هنا او الاي دي هنا معمول له صلاحيات ما ايه ما يحدث غير كده يحدث، دي هنعملها عشان نمنع التكرارية. نقطة مهمة جدا وهي عدم التكرار. عدم التكرار في فورم 144 لا فورم 10، في فورم 10 لما بنضغط على الزرار دوت كذا مرة بيدخل الاي دي دوت اكتر من مرة في اللي هو الزرار ده، احنا عايزين نقول له هنعمل معادلة بس دي كاونت فين كود كود، هناخد بس المعادلة دي بتاعت الدي كاونت. فايدتها طبعا فيها فوائد كبيرة جدا، يقدر يعد لي عدد الأعمدة الموجودة داخل فورم معين أو جدول معين. حاليا من استعلام رقم واحد على تيبل 4 وهنعمله اخد كويري 43. 43 هنعمل حاجة اسمها تصفية لحد ما نوصل للرقم الرقم اللي هنا اللي هو رقم الألم التلقائي ده اللي هو تكست 1. بعد كده نرجع تاني ومنسيفش. هنيجي هنا نحاول نفتح فورم 10 علشان نقدر نعمل التصفية بتاعته. ونحاول نقول العنوان بتاعه، نيجي عند أي خانة هنا عشان نوصل بس للعنوان بتاعه. أي خانة هنا دلوقتي نقدر نوصل للعنوان بتاعه اللي هو فورم 10. فورم 10 العنوان بتاعه هل هو شيلد 3 ولا 6 ولا 8؟ هنشوف. هو موجود في شيلد 8، موجود في شيلد 8. هنيجي تاني كده أول جزء من العنوان وصلنا له. بعد كده احنا هنفصل الكلام ده لحد ما هنكمل احنا بعد كده بإيدينا. احنا لما نخش على شيلد 8 اخش على شيلد 8 بعد كده ايه في حاجة اسمها تكست 1 تكست. هنا هناخد التصفية بتاعته على بقى في الكويري 43 وموجود في التصفية ديت، وهنسجل هذه التصفية كده ما جابليش حاجة عشان الفورم ما فيهوش حاجة. نقدر نقول كده التصفية شغالة. هنشوف وهنقول هنا مربع هنا اهو نقدر نقوله بتاع ايه دي كاونت عشان هو ده اللي هيقدر نمنع دي كاونت بتاعه. هو الكلام ده موجود في حاجة اسمها ريكويري، هناخد بس الاسم بتاعها النيم بتاعها ريكويري بالشكل ده كده اهو وفيلد 3 او اي عمود عامة
مش هتفرق معانا، بس احنا هناخد اي عمود. الجهاز مهنج. طب اخرج هنا دلوقتي، مفيش مشاكل اهو خلاص. بس هناخد الديكاونت ديت وهحطها فورم 10 علشان نقدر يعدي لي عدد الاعمده الموجوده داخل الفورم 10، علشان لو اليوزر ده واخد قبل كده داتا ما يدخلش داتا تاني. ديكاونت معنى ايه الكلام ده؟ معناه دلوقتي هنعرف دلوقتي عملي، هنطبق عملي وهنشوف.